اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده على قناه لايفز اوف دوجز. بحييكم وبحيي كل مشتركين القناه. النهارده موضوع حلقتنا ازاي تدرب الكلب على الوقوف على اقدامه الخلفيه وكمان يمشي على رجليه الاثنين. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الموضوع مش صعب لكن محتاج ان يكون بالتدريج. اول حاجه لازم الكلب يعرفها او لازم تعلمها للكلب بتاعك الاول هي انك تعلمه امر اب او التحيه او قعده الارنب. زي ما احنا شايفين ده الامر الاولاني او الخطوه الاولانيه اللي لازم الكلب يتعلمها. طيب هيتعلمها ازاي؟ شايف الشريط اللي ظهر فوق ده، هتضغط عليه هتشوف التدريب ده الكلب اتعلمه ازاي من الاول لحد الاخر. بعد كده هنرجع للتدريب بتاعنا تاني ونشوف هنكمل التدريب ده ازاي. بعد لما بتدي للكلب امر اب او التحيه وتبدا ان انت تعدي ايدك من فوق دماغ الكلب زي ما احنا شايفين كده ويكون فيها المكافاه، الكلب بيبقى عينه عليها اول ما بيركز او بيقوم جاي قايم واقف من مكانه. الكلب في البدايه مش هيقف فتره كبيره كده على رجليه الاثنين اللي ورا ويمشي، لكن طبعا بالتدريج هيبدا ان هو ياخد المرحله سنه سنه لحد ما يبدا ان هو يمشي عادي. الحكايه دي كلها بتعتمد على عصب رجلين الكلب الخلفي وانه يكون عصبه كويس، يعني ما يبقاش الكلب عندك رجليه اللي ورا ضعيفه وبتحاول ان انت تدربه او تعلمه التدريب ده، هيبقى صعب عليه وممكن ما يحصلش اصلا او ما يعملوش. فلازم يبقى الكلب عندك عصب رجليه الخلفيه كويس. هتبدا تدي للكلب الامر اللي هو اقف مثلا او فوق، وتبدا ان انت تدي للكلب المكافاه مجرد ما بيقف على رجليه الاثنين اللي ورا. وفي نفس الوقت كمان حاول ان انت تمد ايدك لقدام شوية. لاحظ كده انا بفرد دراعي، بيقوم الكلب يرجع خطوة او خطوتين على قد ما بيقدر وبعد كده بديله مكافأة. بعد كده انت بقى نفسك هتبدأ ان انت تمشي وفي ايدك المكافأة، والكلب طبعا علشان هو عينه عليها هيبدأ ان هو يمشي معاك حتى ولو خطوتين او خطوة، اللي هيمشيهم اديله عليها مكافأة. وما تنساش تعمل له فاصل ما بين امر اب والامر اللي انت بتدربه له علشان ما تجيش تدي للكلب بعد كده امر اب اللي هو القعده بتاعه الارنب دي، وبعد كده تبص تلاقي الكلب راح جاي قايم واقف لوحده ويبقى رابط الامر ده ورا ده على طول. لازم تدي له فاصل ما بين ده وده. والفاصل ده هيجي ازاي؟ بان انت تدي له امر اب وتبعد عنه وبعد كده تدي له مكافاه عليه عادي لوحده تاني علشان يفهم ان هو الامر ده لوحده وده لوحده، الاتنين مش مرتبطين ببعض. هنلاحظ بقى المرة دي ان الكلب هيبدأ المسافة تكبر شوية وهيبدأ ان هو يمشي مسافة شوية. طبعا من الحاجات المهمة جدا في التدريب انك تكون صبور وتبدأ ان انت تكرر التدريب كذا مرة مع الكلب، يعني اللي احنا شايفينه برضو في الحلقة انا بحاول ان انا اختصره على قد ما اقدر، لكن بكون انا اصلا كررت الموضوع اكتر من 20-30 مرة بحيث ان الكلب يبدأ ان هو يفهم انه لازم يعمل التدريب بالشكل اللي انا عايزه مظبوط، ولما يعمله مظبوط خلاص ببدأ ان انا اكافئه وهكذا. زي ما احنا شايفين كده بدأ الكلب يركز معايا وبدأ يمشي مسافة اكبر، وكل ما بيمشي مسافة اكبر كل ما انا ببدأ اكافئه. في اللقطة اللي فاتت في نقطة لازم برضو تاخد بالك منها اللي هي ايه؟ بص كده في ايدي هتلاقي موجود في ايدي قطعة من رجل الفرخة زي ما احنا شايفين كده، هو الكلب مركز عليها وشايفها ومتنحلها وماشي مع ايدي عليها، لكن في اللقطة اللي جاية خلاص انا هشيل الجزء ده من ايدي خالص. لاحظوا كده ايديا فاضية ومفيهاش حاجة. طبعا لازم في الاول لازم يبقى فيه مكافأة ولازم يبقى الكلب شايفها في ايدك. المرة التانية او التالتة او الرابعة او حتى العشرة ممكن ان انت تخبي المكافأة بايدك التانية وتخليه ان هو يبقى شايف ايدك فاضية ولازم ان هو ينفذ الامر ويمشي معاك، بحيث ان انت لما تلغي المكافأة بعد كده يبقى هو لازم ينفذ لانه عارف ان كده كده هياخد المكافأة سواء شايفها او مش شايفها. ودي نقطة مهمة جدا لازم تخلي بالك منها وانت بتدرب الكلب في اي امر، مش شرط الامر ده بس. Rage on that beat, going crazy.
وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، يا رب نكون استفدنا بالحلقة. ما تنساش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو مش بيوصلك إشعارات للقناة إلغي اشتراكك وسجل اشتراكك مرة تانية وفعل الجرس علشان يوصلك إشعارات القناة والحلقات اللي بنزلها الجديدة يجيلك الإشعارات بتاعتها باستمرار. وأشوفك إن شاء الله على خير في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.